استنكر دفاع المجلس والمفوضية الأوروبيين إخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو، معتبرا ذلك خطأ قانونيا على اعتبار أن البوليساريو ليست لها أي صفة قانونية لتمثيل ساكنة الصحراء. واعتبر الدفاع خلال هذه الجلسة أن جبهة البوليساريو هي أحد الأطراف في النزاع الإقليمي حول الصحراء، لكنها ليست الممثل الوحيد لساكنة الصحراء، وسلطاتها محدودة على الأرض، كما أنها تفتقر إلى هيكل إداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري. وأضاف الاتحاد الأوروبي بأن المغرب يسيطر على الجزء الكبير من الإقليم الذي توجد به أراضي فلاحية، وهو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد واستدامتها، وأن الاتفاقيات تتطلب وجود سلطات يمكنها التصديق على منشأ أو منشأ الصادرات. وبحسب دفاع المؤسسات الأوروبية فإن تعليق الاتفاقيات يعني بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى عرقلة التنمية المستدامة، التنمية الاقتصادية لهذا الإقليم في الصحراء المغربية، مما سيحكم على هؤلاء السكان بحالة من العزلة، مؤكدا أن إبرام الاتفاقيات مع المغرب سيؤدي إلى رفاهية ساكنة الأقاليم الجنوبية في شكل المزيد من فرص العمل وتحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى كونها مصدر دخل للدفوعات أو للمدفوعات التي تسددها المفوضية. كما شهدت الجلسة تدخل إسبانيا من خلال محامي الدولة أندريا جافيلا التي أيدت بشدة موقف المفوضية الأوروبية، وذكرت أنه ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي أو محاكمه حل النزاع حول الصحراء.